شكرا على الاستضافة، مساء الخير ليك والمشاهدين الكرام. الأزمة لم تذهب من ليبيا سيدي. الأزمة كما يعلم الجميع أن ليبيا منذ 2011 عندما قامت مجلس الأمن بإصدار قرار 1973 بحماية المدنيين، يعني وذهبت القوات الأجنبية، يعني قوات دول عدة أعضاء، للإطاحة اللي هي استمرت الإطاحة بالنظام، هي أصبحت إطاحة بالنظام، لم تقتصر على حماية المدنيين، والإطاحة بالنظام لم والإطاحة لم تقتصر على الإطاحة بالنظام، هي إطاحة بالدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. الآن من ذلك الوقت البلاد تحت سيطرة الميليشيات، وبالذات في المنطقة الغربية، وكل ما أدارت الأمم المتحدة اللي هي بعثة الدعم للأمم المتحدة هو برامج، يعني من شأنها، ليس من شأنها أن تعيد الاستقرار لليبيا. كما نعلم أن في كل الحالات اللي هي السبب الأساسي هو في الواقع، يعني من بداية 2011 التوجه السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، على أساس أن عندهم عداء كبير، والمدن التي وبعض القيادات في المدن التي أصبحت مسمى عنها أنها مدن ثائرة، هذه التشكيلات المسلحة رأت أن رجوع القوات المسلحة النظامية والشرطة يهددها في أنها تسيطر على ليبيا وتحكم ليبيا بعد النظام. والنظام الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين، كان متمكن جدا في المجلس الانتقالي في ذلك الوقت، وهم من دفعوا بأن لا يكون هناك استقرار. لا، ليس مصر طبعا دولة جوار وحدود بالدولة الليبية، فأمنها يعني الأمن القومي المصري يعتمد كثيرا على ما يحدث في ليبيا، بالعكس على تركيا. تركيا يعني تواجد الآن عسكريا، مصر ليس لها قواعد عسكرية في ليبيا. مصر تدعم القوات المسلحة وتساندها من أجل الأمن القومي المصري، ولكن تركيا لها توجهات أيديولوجية. تركيا تسعى إلى إعادة الدولة العثمانية، وهذا غير يعني ليس ب يعني ليس بسر، هذا مصرح به من قبل أردوغان ومن وحكومته، أنهم ذهبوا إلى ليبيا من أجل إعادة أمجاد الدولة، أمجادهم وأمجاد أجدادهم، وأنهم هم يعتبروا هذه الدول مثل ليبيا تعتبر يعني من تبعيتهم. فهم قالوا ذاهبون إلى ليبيا ولن نخرج منها أبدا، هذا قالوه، وهذا كان طبعا بتيسير وبتخطيط من جماعة الإخوان المسلمين، اللي هم طبعا يروا في نفس البرنامج متحالف متوازي جدا مع برنامجهم. هو يعني زي ما تعرف الإخوان المسلمين تم إنشائهم في 1928 عندما طاحت الدولة العثمانية. لا يتحمل أبدا. هو المشكلة سيدي في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، المجتمع الدولي لم يقوم بواجبه. كيف؟ أنه رعى اتفاقات سياسية. الاتفاق السياسي الأخير كان ينص على تكليف حكومة وحدة وطنية، يعني إذا تم تكليف هذه الحكومة، وللأسف الشديد البرنامج كان يشوب الكثير من الشبهات والرشاوي والمشاكل وكل هذه الأمور، وأتت بحكومة الوحدة الوطنية اللي موجودة الآن، تمام؟ لكن بشرط أن يكون في انتخابات برلمانية ورئاسية مع نهاية مع 24 ديسمبر 2021، تمام؟ بالإضافة إلى ذلك الشرط الثالث هو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار ينص على الآتي: ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في خلال 30 يوم، وينص على فك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح في 30 يوم، وينص على توحيد المؤسسة العسكرية وخروج الأسرى من السجون، وغير من هذه الأمور الترتيبات الأمنية. ولكن من قام بتنفيذ هذا الاتفاق عرقل الانتخابات. 2 مليون و800 ألف ليبي قاموا بالتسجيل في الانتخابات
وجاهزين للانتخابات، وتم اجهاض هذه الانتخابات وايقافها من قبل اقليه، يعني اثنين ومت... م... 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 نعم لا لا ابدا، هم لا يقومون، لو يقوموا لا دفعوا بنفس اللي ما دفعته الجامعه العربيه، عندما حولت ليبيا في لمجلس الامن في 2011 لكانوا يتحملوا المسؤوليه اليوم، وقالوا للمجتمع الدولي لابد من توفير الامكانيات لتنفيذ هذه الاتفاقيات. الان مجلس الامن، لو المجتمع الدولي يريد ان يعيد الاستقرار لليبيا، عليه ان يصلح ما تم افساده في 2011، وهو دمار الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. عليه أن يوفر الإمكانيات مثل ما وفرها في 2011. في 2011 الدول اللي شاركت في يعني في اللي طاحت النظام، اللي طاحت الدولة الليبية، صرفت 3 مليار و500 مليون دولار على هذه العملية اللي هي استمرت 8 أشهر، ودمرت المؤسسات، دمرت البنية التحتية الليبية، وتركت الليبيين تحت سيطرة الميليشيات، رحمة الميليشيات. الآن هذا الموضوع تطور إلى سيطرة قوات أجنبية تركية وغيرها، ومرتزقة وفاغنر وما يدرك من تدخلات أجنبية، وسلبت السيادة من الشعب الليبي. هذا الواقع الموجود الآن. المجتمع الدولي ملزم أنه يوفر جميع الإمكانيات لتنفيذ الاتفاقيات التي رعاها. هذا ما نطلبه اليوم، وإن كان المجتمع الدولي، ولهذا عليه أن يحترم القانون الدولي. المتاجرة بالمرتزقة واستعمال المرتزقة كما تعمل تركيا الآن علنا، هناك يوجد 20,000 مرتزق تركماني سوري مش عارف الجنسيات في ليبيا الآن، يدفع مرتباتها من قوت الشعب الليبي، وهناك معلومات عن وجود فاغنر وغير من والجنجويد وكل ما هذه المسميات في ليبيا. الشعب الليبي يطلب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويعيد سيادة الدولة الليبية واحترامها وكرامة الشعب الليبي. شكرا. شكرا.